مهرجان العين السينمائي في الدورة الثالثة هو مهرجان التحدي، وأنا أقدر أقول عنه استثنائي أيضا لأنه مربوطة بجائحة كورونا، مربوطة بالإجراءات واللوائح والأنظمة المتبعة لدى الدولة، وهذا الشروط اللي خلتنا أن نحن نركز بشكل عالي جدا. الهدف منه هو المحافظة على الضيوف والمحافظة على الجمهور، ومثل ما شفتي أنت التحضيرات، مثل ما شفتي التباعد، حتى في موضوع الكراسي هناك مترين تباعد بين كرسي إلى كرسي، هذه الشروط كلها كانت جديدة. تفاجأنا أن عدد الأفلام اللي استقبلناها في هذه الفترة كانت أكثر عن العام الماضي بنسبة 35%، هذا بحد ذاته إنجاز. والحلو في الدورة الثالثة أن لأول مرة سابقة لم تحصل في أي مهرجانات أن هناك 5 أفلام تم ترشيحها من دولهم إلى أوسكار 2021، هذه لم تحصل أن تتواجد في مهرجان العين السينمائي في الدورة الثالثة. هذه من ضمن المكاسب، بإضافة إلى الاتفاقية اللي نحن عملناها. مهرجان العين عمل اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، بدليل انتم شاهدتوا في الافتتاح لأول مرة في مهرجان هناك 5 سفراء متواجدين بقوة، 4 من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو نفسه سفير الاتحاد الأوروبي كان حاضر بقوة، وأيضا السفير الجزائري. هذه كلها مكاسب وإنجازات وتعطي قوة وهيبة للمهرجان.